السلام عليكم أخواتي الكائمات، مرحبا بكم في القناة جمالكم من الطبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة ما تبخلوش عليا بلايك وشير وتعليق، وتشاهدوا الفيديو للآخر أخواتي. اليوم جبت لكم أخواتي وصفة جديدة بمكونين جديدين، يعني جوج ديال المكونات اللي هما كيف ما تشوفوا قدامكم الليمون ودقيق الشوفان، اللي هو هنا دقيق الشوفان. تنحتاجوا أخواتي كمكون واحد ملعقة كبيرة من الشوفان، ملعقة كبيرة من الشوفان، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من عصير الليمون. كيف ما تتعرفوا أخواتي، الشوفان والليمون فهما تحتويوا على فيتامين سي الذي يساعد على تفتيح البشرة، بينما الشوفان يقشر البشرة ويزيل الشوائب. يعني هذا الشوفان هذا تيقشر لنا البشرة وتيزيل دوك الشوائب اللي ما عندنا ما نديرو بها. يعني هاد بعد ما تنخلطوا هاد المكونين، يعني ملعقه من الشوفان كبيره من الشوفان وملعقه كبيره من عصير الليمون، تنخلطوهم حتى ينسجموا مع بعضياتهم، وتنخليو هذاك الخليط لمده 20 دقيقه، لمده 20 دقيقه على الوجه. يعني وتنغسلوا البشره ديالنا بالماء البارد، يعني ما تنغسلوش بالماء السخون، بالماء البارد. وهكذا تنهي الوصفة ديالي لنهاري اليوم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.